بخصوص القانون اللي عندته الدولة الإيطالية اللي على قبل تسوية الوضعية ديال المهاجرين، ألوغ في الظروف الحالية اللي كتعيش الدولة الإيطالية والخروج من الأزمة الاقتصادية اللي صارتها من بعد الجائحة ديال كورونا، الدولة الإيطالية فكرت أن تدير مجموعة ديال أو رزمة من القوانين، من ضمن هذه القوانين هي تسوية الوضعية ديال المهاجرين اللي كاينين هنا في إيطاليا. كيف قلت لك هذا رزمة من القوانين، فيها بزاف ديال القوانين اللي كتساعد المواطن الإيطالي وكتساعد حتى الاقتصاد ديال البلاد بما فيهم المقاولين، لا المقاولات الصغرى أو المقاولات الكبرى. في هذا القانون اللي ديال تسوية الوضعية من بعد من واحد المخاض اللي كانت عارفته البرلمان الإيطالي قبل من الأزمة، ولكن هذه الأزمة دفعت بخروج هذا القانون، خصوصا أن إيطاليا عرفت واحد الصعوبات في ميدان الفلاحة، لأن مجموعة ديال الفلاحة كيقولوا بأن لقاو صعوبة ديال اليد العاملة، والإيطاليين ما كيفضلوش أنهم يخدموا في الميدان الفلاحي، لذلك هم ارتأوا أنهم يديروا قانون لتسوية الوضعية ديال المهاجرين، ولكن ماشي سناتورية كيف معروفة كيف يقولوا أن إعفاء أو تسوية الوضعية ديال المهاجرين الغير الشرعيين كاملين اللي كاينين في إيطاليا، وكان خصو واحد الفئة هي الفئة ديال الناس اللي كتخدم في الفلاحة، ووضعوا شروط. أول حاجة اختاروا جوج ديال الميادين ديال العمل، هو الفلاحة الميدان الأول، والميدان الثاني هو لاسيستونت ديال لي انسيان أو كيف بالعربية للمرافقين ديال المسنين. هادو جوج ديال الميادين، كيف قلت لك الفلاحة و المرافقة ديال الناس أو المساعدة ديال الناس المسنين. ووضعوا الشرط أن المهاجر خاصو يكون عنده واحد اللي كيثبت أنه كان في إيطاليا قبل شهر مارس، إما يكون عنده كان مثلا مشى عند طبيب عنده واحد الواقع. لذلك شخصيا كان اعتبر أن ما هاد القانون ما كيشبعش المتطلبات ديال المهاجرين، حتى كنظن ان ثلاثة من هاد الناس غادي يبقاو يتسناو هنا بدون اوراق. دابا الايطاليين خاصهم هاد القانون غير الفلاحة، علاش؟ لان الطاليان محتاجين المواد الغذائيه، يعني الناس اللي كيصنعوا مثلا كيصنعوا المسامير ولا كيصنعوا اجزاء السيارات، واش غنسميو تاع واحد الوقت يجي الايطالي ويبغي ياكل اجزاء السيارات، عاد نوضعوا قانون لهاد الناس. لذلك المنظمات الحقوقيه ما زالت لا مشربه عن هذا القانون.